fan du sport mécanique. On a Walid Marzouz. Talfou Walid Marzouz, bien sûr, double diplômé de l'école Ferrari. Ou triple champion de Tunisie, le circuit fermé, le Bidel, bien sûr, Formule Tunisie ou Tunisia Challenge. Donc lui, on peut se dire pour la 308. Et nous avons avec nous, bien sûr, un conseiller spécial de la Safi Boujouman. شيء جواب لازم كان هذا شوي سؤال شوي إيش كان وليد إيش قال في هذا ولا والله أتوب ما أنت مثلا كيف خرجت في الكهرباء بديجا ما أنت عملت غزرة صغيرة على الفيستيك اللي كبتاحة الكهرباء أنت في حاجة بأنه الكوبة تلقى أباغي جيب دونك هذه حاجة باش نجربوها توا البيسونس موتور بالنسبة سيلندري بتاعها هذا ماهيش خايبة فهمت موتور كوم سا كوتي استيتيك كهرباء بارك الله عليها معناتها بالاخص بغابوغ الفيرسيون اللي قبلها كهرباء مزيانه برشا فهمت حتى الاسباس حتى شو اسمه تابلو دبور حتى البولون معناتها البولون صغير خير من قبل معناتها دوك اكثر من يامي وانا باش نجربوها توا في الكياس نشوفوا الفريناج نشوفوا اسكو بالحق باغي نجيب تلقى الكوبل وكل شيء وانا نحس نشوف الكهرباء هذه ناجحه برشا في تونس ان شاء الله. Thank you.
بصح وليد برافو برافو اللي صنعوا الكهرباء زاد يعني بصح ميرسي بيجو اللي عطانا الفرصه هذه باش نجرب الكهرباء ميرسي دونك سي وليد معزوز كيما قلت لك مع بودكاستكم دونك تريبل شامبيون تونيزي في الفورمولا تونيزي دبلومي ديكول فيراري مراد بوزيد ميكانيك بوان تي ان باي ا بيانتو.